السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عز الدين في أول درس من دروس الأبشر إفكت على أيدي الديزاينر. سنقوم إن شاء الله في هذا الدرس بإعادة صنع هذا الفيديو. إذا على بركة الله أقوم أولا بحذف الكومبوزيشنز التي استعملتها والبدء من جديد بإنشاء نيو كومبوزيشن. سأقوم بتسميتها اي ديال ديزاينر او اي دي تكست 750 على 100 25 فريم بير سكند و اوكي. منيو تكست بس ديال ديزاينر ثم انشاء نيو كومبوزيشن اخرى سأقوم بتسميتها انيميشن كومب مثلا. ألف ومائتان وثمانون على 720 و أوكي. ثم سأقوم بإنشاء نيو شيب لاير و أد ريكتانجل 750 على 100 ثم add fill اختار اللون الابيض ثم اوكي. الان ساقوم بانشاء new adjustment layer اقوم بتسميتها control layer ثم سأذهب إلى Effects Expressions Control Expression Control و Shake Box Control ثم سأقوم باستعمال Shake Box Control للتحكم في Opacity Shape Layer. سنقوم بتعريف بسيط للشيك بوكس. فالشيك بوكس حين تكون في وضعية On فقيمتها هي 1 وعندما تصبح في وضعية off فتصبح قيمتها 0. وقيمة الاوباسيتي لدينا في الشيب لاير تساوي 100. فاذا ما سنقوم به هو عملية حسابية بسيطة. سنضرب قيمة الاوباسيتي تساوي 100 في 1 فتعطينا 100. ولما نضرب قيمة الأوباسيتي في صفر تعطينا صفر. ونقوم بإغلاق نافذة إفكت كنترول وإقفال نافذة إفكت كنترول ونذهب إلى أوباسيتي شيب لاير ألت كليك على ستوب واتش و transform opacity أي قيمة الopacity ونكتبها بالأرقام 100 قيمة 100 مضروبة في check box discount layer يعني مسار effect check box ثم اسم check box. On off ينتهي تعمل ثم سأعيد تسمية شيك بوكس مثلا On off ثم أضيف شيك بوكس آخر
اسمه upper bear و shake box ثالث bottom عفوا ثم اذهب الى position الشيك بلاير بالضغط على بي في لوحة المفاتيح للذهاب مباشرة إلى البوزيشن ثم ألت ستوب واتش. وفي هذه المرة سنكتب بطريقة مختلفة سنكتب بالفاريابل نستعمل أو نستعمل الفاريابل الفاريابل أو المتغير وسيكون عبارة عن حرف أو كلمة أو المهم أن يكون حرف أو كلمة قصيرة فقط لنعوض به على سبيل المثال قيمة أو قيم مثلا أم تساوي المتغير أم على سبيل المثال إن كان يساوي مثلا قيمة تشيك بوكس مثلا على سبيل المثال ونحن نريد أن نستعمل الشيك بوكس في اكسبريشن طويلة مثلا ستكون مثلا اكسبريشن تتكون من 10 أو 20 سطر فبدلا من إعادة كتابة السطر كامل ديش كامبلاير كنترول إلى آخره فقط نكتفي بكتابة ام فام الذي يعوض السطر كاملة أو قيمة الشيك بوكس كنترول نبدأ الآن بكتابة expression هذه المرة سنحاول أن نستعمل upper و bottom shake box لتحريك الshape layer أوتوماتيكيا x position أو x الذي سأعوض به البوزيشن x قيمة البوزيشن x و y أنا لن نحتاج إلى تحريك البوزيشن x فقط نريد نحرك الشيب بلاير إلى الأعلى والأسفل فقط value 1 فvalue هي قيمة وvalue هي كلمة تعوض أي قيمة مثلا بدلا من كتابة transform position أو مسار هذا position نكتفي فقط بكتابة value أو نكتب transform position عفوا نريد position y 1 على أين لدينا الآن متغيري position x و الواي بوزيشن نحتاج فقط كما سبق وذكرنا الى البوزيشن واي اذا نقوم بكتابة واي يساوي واي هي القيمة او نكتب 360 بالارقام
لكن أفضل كتابة واي زائد زائد افتح القوس ناقص 140، سوف أصعد ب 140 بيكسل وأقوم بالنزول أيضا ب 140 بيكسل مضروبة في upper check box أو upper position. قبل الإقفال أقوم بإغلاق قوس ثم أيضا مرة أخرى Y position دائما Y زائد وهذه المرة زائد 140 مضروبة في bottom position ثم في الأخير للإغلاق X Y عفوا لم أغلق القوس وهكذا نكون قد انتهينا. الآن ننتقل إلى الألوان وتغيير الألوان. نذهب إلى كنترولر إيفكت Expression Control و Color Control و Upper Color نضيف Color Control آخر Center Color و Color ثالث Bottom أخضر أبيض و الأرجواني. نعود إلى الشيب بلاير و effects generate و fill filter fill لتغيير اللون. نأخذ اللون الأبيض ثم في filter fill نضغط على alt و stop watch في color. ثم نبدأ بكتابة expression أخرى لتغيير الألوان ودائما بطريقة المتغير variable. نريد أن نبدل الألوان ونستغل أو أن نربط تغير اللون ب the position ال shape layer. إذا position shape layer عفوا هكذا جيد. كما قلت نريد أن نغير اللون وأن أن يكون تغيير اللون مرتبط بالposition أو position shape layer. نقوم أولا بأخذ ال y position نقوم بتسمية المتغير y أيضا و y position ثم نبدأ ب
صنع متغيرات للألوان للون الأخضر. صنع للون الأبيض سيكون في الوسط. روبوت بوتوم متغير اللون البنفسجي. والآن لربط البوزيشن بالألوان سوف نستعمل خاصية F تعني إذا F إذا كان Y أو position Y تساوي 360 ناقص 140 فإن اللون سيكون أخضر ومتغير أب الذي يرمز إلى اللون الأخضر. 360 ناقص 140 هي 220. فقط كتبت العملية عمدا لأن After Effects أو الإكسبريشن في After Effects يقوم بحساب العمليات أوتوماتيكيا. نذهب إلى F مرة أخرى جاج أو واي يساوي 360 أو ممكن أن نكتب أيضا واي إذا كان واي يساوي واي فإن اللون فإنه سيأخذ اللون أبيض. سنتر اكتب 360 مرة ثالثة وأخيرة إذا كان واي يساوي 360 زائد 140 500 إنه سيأخذ اللون البنفسجي. ثم نقوم بالتجربة. فعلا عندما نهبط أو عندما نصعد يتغير اللون الأخضر، عندما نقوم بالهبوط يأخذ اللون. الآن لم يتبقى إلا تكست، نرجع إلى إيدي تكست ثم نقوم بإضافة فلتر فيل اللون الأبيض. نضيف التكست أيضا في التموضع في الآلة. نذهب إلى Position Text وإلى Y Position ثم نقوم بتغيير من 360 إلى 220 و Ctrl D لإضافة نسخة أخرى من التكست. وهذه المرة B إلى Position 500.
ناخد الوان الشيبس الشيب عفوا إلى بوسيشي التكس الأخضر أولا الوسط أخيرا الواتر تكست بعد ذلك سأذهب إلى فيل التكست الأخضر أولا فيل وأب دولار ثم سنتر كولر و باتن تكست كولر و باتن تكست كولر بعد أن انتهينا من الإكسبريشن سأقوم بإضافة باك جراوند عبارة عن تكستشر لورقة كتاب إلى color correction tint والأسود الرمادي و new adjustment layer ثم color correction دائما و أخيرا الصوت لعمل أنيميشن متناسقة مع الموسيقى نقوم باستعمال طريقة جميلة جدا
وهي طريقة أد ماركر نومباد بالنجمة على لوحة المفاتيح. فسأقوم باختيار كنترولر وسأحاول أن أسير إيقاع الموسيقى. أتوقف لأرى. إذن فكلما ضغطت على النجمة حين أطلقت بريفيو للموسيقى، كلما ضغطت فتوضع ماركرز أوتوماتيكيا في اللحظة التي أضغط فيها. سأضيف ماركر هنا. وأقترب بالماركر الأخير إلى هنا. ليس مضبوط تماما لكن لا بأس. سنبدأ بالأنيميشن. ونضغط على ستوب واتش في جميع الشيك بوكس وجميع الكنترولر إلا الكرة كنترولر، نظرا لأننا لن نغيرها. ثم نبدأ بالأنيميشن. أولا في الوسط هنا يظهر التكست على سبيل المثال. أنتم أحرار في الأنيميشن أو في مراحل الأنيميشن. فقط أنا سأقوم بأنيميشن من اختياري. ظهر مثل تكس هنا في المركز التالية. سأخفي التكس ونذهب إلى فوق بالشيب. نعود إلى الأسفل هذه المرة. ثم نظهر التكست بوتوم تكست بوتوم تكست هنا. وفي الماركرز سأخفي مثلا الشيب وأظهر التكست بلون الشيف. بين الماركر التالية وأظهر التكست الأول الثاني والأخير في الماركر الموالية. سأخفي التكست أو السنتر تكست وأظهر الشيب لير لكن في الوسط.
في الماركر الموالية. ننتقل إلى الأعلى. ونظهر التكست وسط التكست العلوي هنا هو أب كولر، ونظهره في الوسط. سأخفي التكست السفلي. الموالية سأهبط إلى السفلي مرة أخرى. وأخفي التكست الذي يوجد في الأعلى. هنا سأرجع إلى الوسط ثم أظهر التكست سنتر تكست سنتر تكست هنا سنتر تكست. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم، فأتمنى أن ينال إعجابكم. إذن إلى اللقاء.